يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قرأت لبعض علمائنا رحمهم الله أنه إذا وقع المشرك في الشرك فإنه لا مانع من تسميته مشركا فيقال فلان مشرك لأنه غير معذور، لكن عند إرادة قتله يقام عليه الحجة بتعريفه، فإذا أبى ورفض قتل، فما وجه هذا التفصيل؟ هذا تناقض، يعلم أنه مشرك ولا بد من إقامة الحجة وهو يعلم أنه مشرك، مش الحجة، ما صار يعلم خلاص هذه الحجة، لكن هو السائل لعله يريد أنه يستتاب، أنه ما يقتل حتى يستتاب، هذا صحيح ما يقتل حتى يستتاب، فإن تاب قبل وإن أبى أن يتوب يقتل، يستتاب يحبس 3 أيام ويستتاب. نعم. والذي يتولى هذا هو القاضي، هو الحاكم الشرعي، ما كل يتولاه من أفراد الناس. نعم.